بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. 183 يوما من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني صباحا مساء في قطاع غزة، مئات المجازر التي قام بها العدو الصهيوني بغطاء أمريكي وكذلك غربي ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة. بالتأكيد هذه المجازر وهذه الأحداث التي مرت خلال الأسابيع والأشهر الست الماضية كان لها تفاعلات هنا في الأردن من خلال مسيرات وفعاليات نددت باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتي كان آخرها يعني في الأيام العشرة الأخيرة على أقل تقدير كان هناك اعتصامات يومية لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، والشعار المرفوع محاصرة السفارة طالما أن العدو الصهيوني يحاصر قطاع غزة، وطالما أن العدو الصهيوني يحاصر مستشفى الشفاء في غزة، وكذلك يحاصر المسجد الأقصى المبارك ويمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك. بالتأكيد أيضا كان هناك ردود فعل من قبل الأردن الرسمي فيما يتعلق بهذه الفعاليات بالقرب من السفارة الإسرائيلية. تابعنا وشاهدنا اعتقال العشرات، طبعا تم الإفراج عن معظمهم، لكن هناك أيضا معتقلون وشيطنة لهذا الحراك بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وهو ليس الأول. يعني منذ بدأ العدوان على قطاع غزة والحراك الجماهيري مستمر ولم يتوقف، وبالتالي هناك حالة استهجان وعلامة استفهام كبيرة تتعلق لماذا يتم شيطنة الحراك في هذه اللحظات. معنا للحديث أكثر حول هذا الموضوع المحامي الأستاذ لؤي عبيدات، عضو التحالف الوطني للحقوق والحريات المعروف اختصارا بفجر. مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لو نعرف السادة المشاهدين بهذا التحالف، تحالف الحقوق والحريات فجر، ولماذا تم إنشاؤه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الفاضل، هذا التحالف انبثقت الفكرة، فكرته تحديدا أثناء النقاشات التي كانت والمداولات التي كانت تحصل باستمرار في ما بين الأحزاب المشكلة للملتقى الوطني لدعم المقاومة. هذا الملتقى تأسس منذ عدة سنوات ونشط في السنتين الأخيرتين، ثم جاءت أحداث غزة لتعطي لنشاطات وفعاليات هذا الملتقى تعطيها دفعا جديدا، تعطيها زخما جديدا. وحقيقة الملتقى بالقدر المستطاع وضمن الظروف المتاحة وضمن مساحة الحركة المتاحة تمكن من أن يلعب دورا جيدا في تنظيم الحراك الشعبي الوطني الداعم لصمود المقاومة في غزة والمطالب بوقف العدوان على أهلنا المرابطين في فلسطين وفي غزة تحديدا في هذه الأيام، وفي دعم وتأييد وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة والعون لأهلنا في غزة أيضا. وثم أمام يعني حالة التضييق التي مورست والتي تمارس منذ سنوات، ليس يعني حادث، يعني ما جرى بعد غزة حقيقة كشف بشكل واضح وفاقع عن اتجاه رسمي يسعى بكل طاقة ممكنة إلى يعني تقييد وتقويض الحقوق والحريات العامة ومنع الناس قدر المستطاع من التمتع بهذه الحقوق والحريات العامة، علما أنها حقوق أصيلة تلتصق بكينونة الإنسان، وهي تشكل التزامات على السلطة الرسمية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأردن ليست استثناء، بل أن الأردن ألزمت نفسها بضرورة تمتيع مواطنيها بممارسة هذه الحقوق ضمن أقصى إمكانياتها، وضرورة توفير الحماية لمواطنيها في الظرف الذي يرغبون من خلاله بممارسة مثل هذه الحقوق، حينما صادقت وانضمت إلى
الغالبية الساحقة من الاتفاقيات والعهود الناظمة للحقوق والحريات العامة، على سبيل المثال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقية الخاصة بمنع كافة أشكال التعذيب والممارسات العنفية والقاسية والاتفاقيات الخاصة بحقوق المحتجزين والموقوفين وما يستتبع هذه، وهلما جرى من اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الخاصة بالحد من التمييز، بالحد من كافة أشكال التمييز ضد المرأة. إذن الأردن التزم دوليا بضرورة احترام كافة يعني المقتضيات والشرائط التي من شأنها تمكين وتمتيع مواطنيه من القيام وممارسة كافة حقوقه وحرياته، بدءا بالحرية، الحق بالحرية الشخصية والحق بالتعبير عن الرأي والحق بالتجمع السلمي والحق بمخاطبة السلطات العامة والحق بحرية الانتساب للأحزاب والجمعيات والنقابات وما إلى ذلك من حقوق لصيقة بكونية الإنسان. لكن للأسف الشديد ما يمارس على أرض الواقع، ما يمارس على أرض الواقع يتنافى ويصادم كليا هذا الالتزام. وبالتالي يعني كان هناك تفكير دائم كيف نوفر الحماية القانونية للمواطنين يعني والأفراد من تغول السلط ومن افتئاتها على الكثير من الحقوق، الممارسات التي تشكل بحد ذاتها حقوق أصيلة. فتشكلت مجموعة من الأجسام، ليس هذا الجسم الأول يعني اللي هو التحالف الوطني لدعم الحريات، لكن بعد العدوان على غزة وبعد الحدث الغزي الفارق الذي شكل صفحة يعني جديدة من صفحات هذه الأمة المجيدة، من الصفحات المجيدة لهذه الأمة، بعد هذا الحدث ازدادت شدة التغول على الحقوق والحريات، لأنه يعني بلشت الناس تنزل للشوارع، بلشت الناس تظاهر، بلشت الناس تعتصم على سقف المطالبات بإغلاق سفارة العدو الصهيوني، على سقف المطالبات بضرورة أنه يكون التحرك المحلي الأردني والتحرك العربي أكبر وأفضل، وأن يكون هناك دعم أشد، وأن يكون هناك توظيف للأدوات. هنا يعني حصل الصدام وحصلت التجاوزات التي رصدناها على حالة الحقوق والحريات العامة، ومن هنا انبثقت فكرة تشكيل هذا التحالف لتوفير الغطاء القانوني للمعتصمين السلميين وللمتظاهرين وللنشطاء وللحركيين الذين كانوا محل استهداف طوال الفترة الماضية، استهداف واضح وممنهج ولدينا. طيب كون الحكومة غير موجودة، الحكومة تقول عبر النطق باسمها أن هناك هتافات غير مقبولة تصدر عن البعض، والمشكلة ليست في المتظاهرين وإنما المشكلة في أولئك الذين يهتفون هتافات غير مقبولة وبالتالي يتم اعتقالهم، كيف ترد؟ مؤكد أن الذين ينزلون إلى الشوارع ويعتصمون مؤكد أنهم غير يعني مش ذاهبين لحفل موسيقي ولا ذاهبين لحفل غنائي. اللي نازلين على الشوارع هؤلاء هم أولا يعني مجموعات محترمة مقدرة من أبناء هذا الشعب، ومن وغالبيتهم من الشباب الحيوي المندفع والغاضب. إذا ما مؤكد انه هذول مش نازلين يحضروا مباراه كره قدم، ولا نازلين يحضروا حفل غنائي، ولا نازلين يحضروا مسرحيه. هذول نازلين ليعبروا عن الغضب الشديد، ولهم مطالب واضحه متمسكون بها، وجميع هذه المطالب يعني او في غالبيتها يعني ربما لا تروق للبعض يعني في المقدمة منها، أو يجد البعض أن هناك استحالة استراتيجية أو استحالة سياسية لتطبيقها أو ترجمتها على أرض الواقع، وأن خطاب السرايا
يختلف عن خطاب القراية، وأن الشخص الذي يتولى إدارة الشأن العام ويصنع السياسات لديه حسابات ولديه ظروف ولديه أحوال تحد من حركته وتمنع من ترجمة كافة الأحلام التي يرسمها الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا الذين ليسوا هم في موضع المسؤولية بالنتيجة. لكن يعني فلذلك نحن إزاء معادلة بالنتيجة غير منصفة، غير منصفة. رجال الأمن العام الموكل إليهم ضرورة يعني ضرورة التواجد في هذا المكان والسيطرة على المشهد قدر المستطاع في يعني خليني أحكي، لديهم تعليمات، لديهم إرشادات، لديهم أوامر يعملون في على ضوئها. وفي المقلب الآخر هناك محتجون غاضبون شباب يريدون لأحلامهم وتطلعاتهم ومطالبهم أن تتحقق. ثم لا يعني لا ينسى الكثير من رجال يعني الدولة الذين يخرجون علينا بين الفينة والأخرى بتصريحات تهاجم من الحراكين وتهاجم هذه التجمعات، أن مشهد الدم المرصود وهذا هذه الحملات اليومية من أو الحلقات اليومية من حلقات الإبادة الجماعية التي تمارس على شعبنا وتوأمنا في غزة مسألة لا يمكن التعاطي معها بهذا الهدوء المطلوب. لابد أن يخرج خطاب غاضب من هنا أو من هناك، ولابد أن يحصل الصدام من هنا أو من هنا. أنا شخصيا نزلت مرتين من يعني بالأسبوعين من لما عادت وتيرة الاعتصامات في منطقة السفارة في منطقة الرابية في التصاعد وفي يعني 12 يوم الماضية نزلت مرتين. أنا لم أشاهد أي مظهر غير عادي إلا بصراحة أحكيها، إلا هذا الاستنفار الأمني الشديد جدا والكثيف جدا. أنا ما شفت ممارسات. وأنا زلمة يعني برأيك أنه التواجد الأمني انعكاس لحالة التجييش وشيطنة هذا الحراك؟ يعني قد يعني هناك أكيد خشية ما لدى الحكومة الأردنية ولدى السلطات الرسمية، ولديهم حساباتهم ولديهم يعني خلينا نحكي كما يستخدم البعض، هناك إكراهات يعني تمارس على الدولة الأردنية تقودها إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية المضاعفة خليني أحكي أو الكثيفة. وهذا أمر قد نقدره وقد نفهمه، لكن ما لا نقدره وما لا نفهمه أن لا يفهم الأطراف الآخرين في المقلب الآخر غضبة مجموعة من هنا أو غضبة مجموعة من هناك. أنا ما بدي أقول إنه هذول اللي بيجوا بصيروا يشتموا رجال الأمن من هنا أو ينعتوهم بصفة من هناك، وهي على فكرة حوادث كثير قليلة وكثير نادرة. أنا شخصيا ما رصدتش ولا شفت، لكن شفت على المواقع التواصل الاجتماعي مرة يعني مرة مرتين شيء من هذا القبيل. يعني حوادث فردية لا تمثل جداً الجميع، لا تمثل جميع، وليست نسق عام وليست نهج عام. النهج العام الذي يلتزم به المعتصمون هو نهج سلمي مهذب حضاري يتوسل الخطاب المحترم، الخطاب السياسي، المطالب السياسية المحددة، الخطاب المنضبط. ثم أننا يعني كتحالف وطني لدعم الحريات، لا أدري إن كان رجال الحكم في بلادنا أو الحكومة قد رصدت أننا وجهنا في البيان اللي أصدرناه يوم الأربعاء الماضي، وجهنا شكرا صادقا وجزيلا إلى مؤسسة الأمن العام والدرك على هذه الجهود العظيمة التي يبذلونها. خلاصة الأمر أستاذ الفاضل، الوضع العام كله هو غير منصف للجميع. رجال الشرطة ورجال الدرك في حالة تأهب منذ أشهر عديدة في ظل يعني ومن يعني وفي حالة طوارئ منذ أشهر عديدة،
مشهد النزيف وهذه المقتلة التي تمارس على شعبنا التوأم، مسألة في فلسطين، مسألة لا يمكن أن نقف إزاءها والله وننظر لها بحياد. إحنا جزء أساسي من يعني جزء أساسي من هذه المعركة. ثم هناك مخاوف مشروعة، بل أنها مخاوف محقة، عبر عنها قادة يعني كبار قادة الكيان الصهيوني أن 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 الأردن هي الهدف، هي الهدف المحتمل القادم إذا ما جرى، إذا ما جرى الإجهاز على غزة. لا وربما هذا واحد من الأسباب، وهذه واحدة من الأسباب التي دفعت الناس للخروج. للخروج طبعا طبعا، يعني من لا يدرك، من لا يدرك هذه الحقائق كلها. وأنا أستغرب أنه في وزراء عاملين في الحكومة الأردنية سابقين وحاليين يعني يخرجون بخطاب غير مسؤول ومنفلت، من على قبيل من على شاكلة اسحبوا الجنسيات، وما اسحبوا الجنسيات واقمع واسحل وقيم وحط. طب لماذا؟ لماذا يعني ما الذي يعني ما هي المخاوف عند الرسمي لهذا الحراك او من هذا الحراك الذي دفعهم الى شيطنة هذا الحراك والحديث عنه ما ليس فيه والحديث عن سحب الجنسيات وما شابه؟ يعني ما الذي يخيف في هذا الحراك من خلال مراقبتك للمشهد؟ أنا شخصيا أنا يعني اللي تحليلي الخاص، اسمح لي أني هيك في عجالة أعرضه. يعني العمل جرى خلال عقود وعقود على تفريد الأردنيين، تفريدهم، التعامل معهم فرادة. فلذلك ضربت كل الأطر الجماعية في الأردن، ضربت الاتحادات والنقابات والأحزاب والجمعيات، حتى الأندية الرياضية ضربت وأضعفت وهمشت، ضربت مؤسسات رعاية الشباب، ضربت المراكز الثقافية، كل ما من شأنه أن يجمع الناس ضرب وحوصر وضيق عليه، ضيق عليه من أجل التعامل مع الناس فرادة. جاء الحدث الغزاوي، جمع الجميع وأعاد استنهاض الأردن كمجتمع ومن مختلف، وهذا لمصلحة الأردن. أكيد من مصلحة الأردن، يعني هذا من مصلحة الوطن. أكيد من مصلحة الأردن، من مصلحة الأردن أن يكون هناك كتل كبيرة لها رؤوس ولها قيادات تقود الناس وتعبر عنها وتنظم حراك الجماهير، لأن البديل هو الفوضى. ما يجري في الرابية ليس فوضى، ما يجري في الرابية عمل عظيم. إذا روقب ومحص وجرى تقييمه بدقة وبمسؤولية وبشكل منهجي، هذا عمل عظيم ويجب أن يبنى عليه. يعني مجتمع حرم من الاتحادات الطلابية، حرم من الجمعيات، حرم ونقاباته محاصرة منذ فترات طويلة، أحزابه يعني الجادة محاصرة، ويعني بالنتيجة المجتمع الأردني منذ الأزل حرم من أن يكون له أطره المؤسسية التي تجمعه ويعبر عنه طيب لما مع كل هذه الضربات التي تلقاها هذا المجتمع على مدار عقود وعقود، يعني الأحزاب شوطنت لمدة 35 سنة، منعت في الأردن من عام 57 إلى عام 92. الأردن محروم، يعني هذول بعمر الشعوب فترة زمنية طويلة، حرم الأردنيين من أن يكون لهم تنظيمات حزبية 35 سنة. أنت عندك أجيال طويلة عريضة وفرخت هاي الأجيال، عاشت على استعداء الفكرة الحزبية والنظر إليها شزرا والنظر إليها بريبة وبعدم احترام. طيب لما بيجي آلاف الأردنيين بينزلوا في شوارع عمان وفي شوارع إربد وفي شوارع الزرقاء وبيعبروا بكل هذه السلمية وبكل هذا الرقي، أنت بتيجي بتوقف لي على حادثة فردية من هنا وعلى حادثة فردية من هناك. المطلوب، أنا بدي أقول لك شو المطلوب. لا قبل المطلوب، هي لا أنا ثواني فضل. أنا بخلاصة، غضب من غضب وصرح من صرح، اسحبوا جنسيات ما اسحبوا، لأن الكثيرون منهم لا يريدون لهذا المجتمع أن ينتظم إيقاع أدائه انتظاما مؤسسيا، وأن يكون للمجتمع الأردني وأن يكون للمجتمع أهداف جامعة، أهداف وطنية جامعة، وأن يتصرف الأردني كحالة وطنية يعني جامعة. يعني كان الأصل بالحكومة أن ترفع القبة لهؤلاء المتظاهرين الذين يعني تابعهم الإعلام العبري بكثير من الغضب والمخاوف، وهذا حق. نعم. لأن هؤلاء هدفهم هو ضد العدو الصهيوني، في المقابل تابعهم أبناء قطاع غزة
يعني بكثير من الفخر والاعتزاز، وبالتالي هؤلاء يجب أن يكرموا ولا يجب أن يتم شيطنتهم. فيما يتعلق بالشيطنة أيضا، تابعنا في الفترة الماضية حسابات لكثيرين على الفيسبوك وتويتر تدعو إلى اعتبار هؤلاء أنهم أصحاب أجندات خارجية، كما تحدثنا يعني إلصاق تهم ما أنزل الله بها من سلطان، في حين أن الجرائم الإلكترونية لم تحاسب أيا منهم. هذا سؤال يوجه إلى، وتحدثوا عن أيلول الأسود، وتحدثوا عن أشياء لها علاقة بالوحدة الوطنية، حتى أنه الملك تحدث مؤخرا وأكد على ضرورة التأكيد على الوحدة الوطنية، لأنه النسيج الاجتماعي يعني أصابوا في مقتل من خلال تصريحاتهم، من خلال تغريداتهم، ولم تتم محاسبتهم أو مراجعتهم. هذا السؤال يوجه إلى نائب عام عمان والنواب العامين في المملكة. وبالمناسبة حتى تبدأ في جوابك، واحد من قيادات حركة فتح أكيد معروف للجميع من الأردن، يعني وصف المتظاهرين بأوصاف سيئة جدا ولم تتم محاسبته. أنا أعتقد أن بعض المحامين سيرفعون عليه قضية. يعني حقيقة هذا يضعنا أمام أسئلة حائرة وأسئلة مؤلمة توجه إلى القائمين على السلطة في الدولة الأردنية. طيب، هناك العديد من النشطاء والحراكيين المشهود لهم بالرؤية الثاقبة والفكر النير، ما زالوا خلف القضبان بسبب تغريدة، بسبب موقف سياسي، وبعضهم صدر في مواجهته أحكام يعني جسيمة. خليني أذكر في هذا المقام الناشط سفيان الخريسات والناشط صبري المشاعري، وفي لدينا الناشط والمثقف الأستاذ عمر أبرصاع والناشط والمثقف المهندس عبد الطواهي وعبد الله أبو صايل الخوالدي. لدينا مجموعة خيرة من أبناء هذا الوطن المنتمين الصادقين، وأنا بعرفهم شخصيا، يعني موقوفين ومحتجزين في السجون منذ أكثر من سنة ونصف، وفي بعضهم صار له سنتين تقريبا، بسبب موقف سياسي لوحقوا على أساسه، موقف سياسي لا أكثر ولا أقل، قد تتفق أو تختلف معه، لوحقوا بجرائم خطيرة جدا مستوحاة من قانون منع الإرهاب ومن قانون العقوبات، وقد باءت جميع محاولاتنا لإخلاء سبيلهم بالكفالة بالفشل. والآن الأستاذ أيمن صندوق، الرجل العاقل، الرجل الوطني، الرجل النقي التربوي الصادق، موقوف من قبل مدعي عام أمن الدولة منذ 21/12 بسبب رسالة وجهها إلى جلالة الملك طالبه من خلالها بالتدخل وبتوظيف، يعني كان له موقف أيمن أنه هذه المعاهدة طالما أنها فرضت علينا لازم نوظفها توظيف أفضل من هيك. يعني الرسالة يعني بالنتيجة يعني قانون، يعني بشكل قانوني إذا قيمناها قانونا لا تشكل تحريض على مناهضة نظام حكم سياسي، بالعكس هي تعزيز لشرعية النظام. أوكي، وأنا يعني بهذه المناسبة أوجه نداء إلى صاحب الجلالة أن يعني ونحن على أبواب عيد الفطر السعيد، إن كان بالإمكان إصدار التوجيهات للإفراج عن هؤلاء النشطاء والحراكيين، لأنهم والله العظيم أنهم، وأنا أعرفهم واحدا واحدا، أنهم وجمعتني معهم جلسات ولجلسات، والله أنهم من أكثر شباب الأردن انتماء وولاء لترابه الطهور ولمؤسساته، وأكثر شباب الأردن يعني من أكثر شباب الأردن حرصا على أمنه وعلى استقراره. فأتمنى أن يصار إلى الإعاز إلى الجهات المسؤولة عن هذا الأمر لإخلاء سبيلهم بالكفالة قبل حلول عيد الفطر السعيد. يعني هناك مشكلة فيما يبدو. طيب. في الأفكار طبعا، بمعنى أنه الذين خرجوا عند الرابية خرجوا دفاعا عن الأردن وضد الصلف الصهيوني تجاه غزة وتجاه الأردن، ودعما للمقاومة التي تدافع عن الأردن، والبعض الآخر ينظر من بعيد ويقول هؤلاء يريدون التأثير على الأمن الأردني وهم ضد البلد وضد الوطن. يعني هناك إشكالية في التفاهم ربما. طيب أنا بين هذا وذا، أنا سؤالي للذين يتهمون الحراكيين والناشطين، طيب وين ما سمعنا صوتكم
وين ما سمعنا صوت؟ يوم سومتريتش. يوم سومتريتش وبن غفير. بلاش بلاش بلاش، في كتاب لرئيس الوزراء، رئيس وزراء الكيان، يباع في الأسواق الأردنية مكان تحت الشمس. يرجعوا على أول 100 صفحة، بعتقد الصفحة 196 106 إذا أنا ما خانتني الذاكرة. أنا قاري الكتاب قرأته سنة، يعني قرأته في التسعينات. طيب قاعد بقول بهذا، والرجل ما عدل على الكتاب ولا نقحه ولا عمل له مراجعات، بيقول بهذا الكتاب انه بجرد قلم واحدة سايكس وبيكو حرمونا من 70-80% من اراضي اسرائيل التاريخية، واقصد بذلك اراضي شرق الاردن. وحتى هيرتزل يعني تحدث عن هيرتزل انه لماذا لم تعطونا الاردن، لماذا فلسطين. طيب طيب وين كنتوا انتوا لما قتل اثنين من ابنائنا في مقر السفارة هاي، و جرى تسليم القاتل لحكومة الكيان الصهيوني، أوكي، وتمترست الحكومة في حينها، وكان رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشير خصاوني وزير دولة للشؤون القانونية، وقد اشترك في المؤتمر الصحفي الذي برر الإجراء بتسليم هذا القاتل لحكومة الكيان الصهيوني بأنه إحنا مننفذ التزاماتنا اللي أملتها علينا اتفاقية فيينا للشؤون الدبلوماسية والقنصلية. طيب على راسي، بس اتفاقية فيينا بتملي عليك إنك تأخذ ضمانات من حكومة الدولة التي ينتمي إلى هذا الدبلوماسي بأن يخضع لمحاكمة نظير الجريمة التي ارتكبها على في أرض دولة هو المطر. تم تكريمه وأرسل بنفس اليوم بشكل واضح استفزاز الأردن هذا. طيب وين عقيرتكم يا أيها الوزراء القدامى وأيها المسؤولين؟ ليش ما ارتفعت في حينها واحتجيتوا؟ ما سمعنا لكم صوت. أنا ما بحبش منطق المقارنات، خلينا نرجع على ما يجري إلى أرض الواقع. ما يجري على أرض الواقع حراك مدني سلمي محترم بكل ما تعني هذه الكلمة معنى. أنا نزلت يومين شفت بأم عيني، وأنا رجل والله ما عندي استعداد إني رجل قانون قاضي حضرتك وقاضي سابق، والله ما عندي استعداد إني أكذب أو إني أجامل مهما كانت الظروف. وأنا بازلت بقول أننا نشكر رجال الأمن العام وقوات الدرك على جهودهم المضنية التي يبذلونها في سبيل تأمين المعتصمين وتأمين الناس اللي واقفة في هذه وتأمين السكان. هذا جهد، وأنا مطلع حقيقة إن أقرباء إحنا في المؤسسات الأمنية حقيقة، يعني رجال الأمن العام ورجال الشرطة من أيام وأسابيع وأشهر لم يتذوقوا طعم الراحة، وحياتهم الاعتيادية كلها يعني تكركبت، بدي استخدم التعبير هذا. ومع ذلك إحنا لا يمكن أن ننكر هذا الجهد الهائل الذي بذله الرجل، وهو جهد مشكور. لكن ما يجري في منطقة الرابية وما يجري في باقي المناطق الأردنية حراك محترم وحراك راقي، وإن كان هناك خروج من هنا أو من هناك هذا لا ينبغي أن ينعكس على المشهد العام. هل هناك دوافع قانونية للحكومة لاعتقال هؤلاء المتظاهرين؟ بمعنى يعني بعد ذلك، بعد اعتقالهم، ما هي التهم التي توجه لهم؟ هل يحولون إلى المحاكم؟ برضو إحصائيات لو بنسمع منك، معتقلين إداريين وجهت لهم القضايا أو ما شابه، عددهم أيضا. سيدي العزيز، إحنا فقط نتحدث من يوم طوفان الأقصى، ليس قبل ذلك. يعني كلفنا مجموعة من الشباب المحامين والباحثين بعمل دراسة يعني أو إحصائية أو بحث استقصائي ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة. تمكننا من رصد الحالات التالية من دون يعني إذا بتحبوا نذكر أسماء نذكر أسماء. هناك 22 موقوف إداري حاليا. هناك 13 موقوف قضائي، وهناك ست موقوفين لدى دائرة المخابرات العامة، وهناك 7 مجهولين المصير حتى هذه اللحظة. البعض سألني مجهولين المكان ولا مجهولين المصير، اختر ما شئت، لكن أنا إذا ما بعرف وين هم وما بقدر إني ومش عارف وين هم، مش عارف أراجع، مش عارف أشوفهم، مش عارف ألتقيهم، مش عارف على أي أساس هم موقوفين، بالتالي أنا مضطر إني أقول إنهم مجهولين المصير حتى هذه اللحظة.
أيضا رصدنا مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي حصلت في الشهر الأخير، يعني من بعد إعادة الزخم للشارع من 12 يوم. أولا هناك انتهاك بين وواضح للحق في التجمع السلمي وفي التظاهر، يعني أحيانا بيتم اللجوء إلى فض هذه المسيرات بالقوة، ومش بالقوة المفرطة الساعة 12 بعد الساعة 12. ومع مرة ثانية مع تقديرنا واحترامنا للجهد اللي يبذله أفراد الأمن العام وأفراد الدرك، إلا أنه عند لحظة معينة بيتم فض هذه الاعتصامات بالقوة من دون أي داعي، يعني لا يوجد أي مؤشرات على أن هناك إخلال بالأمن المجتمعي في المناطق التي تحصل فيها التجمعات. وأكبر مثال على ذلك أن أهالي المناطق نفسها التي تحصل فيها ما سمعنا منهم أي صوت شاكي لحد هذه اللحظة. أوكي. هناك تعامل في بعض الأحيان يحصل تعامل عنفي مع المتظاهرين ومع المعتصمين مثل الضرب والسحل، الأمر الذي أدى إلى يعني الحاق الكثير من الإصابات الجسيمة في بعض النشطاء. يعني أكبر مثال على ذلك المحامي الأستاذ بلال داغر، يقال أنه كتفه انخلع. أنا بدي أعمل له زيارة لسجن الطفيلة وأتأكد من هذا المسألة، لكن الكل بيأكد لي هذا الأمر. هناك يعني جهد كبير يبذل من أجل جعل مهمة الوصول إلى أماكن التجمع صعبة وعسيرة، فتغلق الطرق وتغلق المنافذ وتغلق المسارب بحيث أنك تضطر تمشي مسافة طويلة. طبعا مش كل الناس بتقدر تمشي، في ناس لديهم مشاكل صحية، لديهم مشاكل في المفاصل، يعني ما بيقدروا كل الناس يمشوا مسافات طويلة، فبيختصروها من قصيرها وبسحب حالهم برجعوا على بيوتهم. ومع ذلك يتجمع يوميا 10-15 ألف في منطقة الرابية الواحدة. هناك أيضا تصوير لهويات بعض المتظاهرين ومنع من مشاركة الأطفال بالتظاهر على قاعدة أن هذا الأمر تنفيذا لقانون حقوق الطفل. رجعت لقانون حقوق الطفل، قريته عشرات المرات، ما لقيت أي نص يسعف في مثل هذا الأمر. وأنا الآن إحنا فيها هياتنا أو قانون، ساعة بيقولوا لك قانون حقوق الطفل، ساعة بيقولوا لك قانون منع التظاهر. طيب بكفيش جيالنا إحنا حرمت من أن تنخرط في أنشطة سياسية تنضج تجربتهم وتنضج عقليتهم. طب خلينا نشرك أبنائنا وأطفالنا، خليهم يتعلموا، خليهم يربوا تربية سياسية صحيحة، ولا لازم يطلعوا زينا يعني. طيب. ربما أن حجة الحكومة خوفا عليهم. أنت مش حريص عليهم أكثر من أبوهم وأمهم، ولما بيصير في إهمال يلحق بهم الأذى تستطيع أن تلاحق والده ووالدته، أنت مش أكثر حرصا عليه من أمه وأبوه. ثانيا هناك انتهاك للحق في التعبير عن الرأي، وهذا الأمر يتجلى بالاستدعاءات الكثيفة للنشطاء والحركيين، ساعة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، ساعة إلى المدعي العام، ساعة إلى المراكز الأمنية، ساعة إلى دائرة المخابرات العامة. يعني حتى هناك في تنويع مربك في الخيارات وفي الوسائل وفي الأدوات. مظهر آخر مظاهر الانتهاكات التي رصدناها الاعتقالات التعسفية التي تجري، وهي يعني أعطيناك أرقام مبدئية، هذه ليست أرقام نهائية، إحنا يوميا نتلقى تصويبات وتصحيحات وإضافات. إذن هناك نهج يتوخى التضييق، يتوخى الإكراه، يتوخى الإرهاب، توظيف أدوات السلطة بهذا الشكل يعني من أجل تخويف الناس أن تمارس هذا الدور العظيم. ما في دور مارسوا الأردنيين، ما في موقف وقفوا الأردنيين مشرف، وقد وقفوا الكثير من المواقف المشرفة، لكن ما في موقف مشرف أعظم من هذا الموقف الذي وقفوه في الأيام الأخيرة. نعم. هذا الموقف كان موقفا فارقا على صعيد المعركة الميدانية في غزة، حتى صلب أهلنا في غزة وثبتهم واستنهض الساحات العربية، وحقيقة أربك حسابات العدو الصهيوني وأربك حسابات الولايات المتحدة. اللي مستقل بما حصل وبما جرى بيكون مخطئ، وبيكون قراءاته السياسية بحاجة إلى إعادة نظر، وبيكون بوصلته بحاجة إلى إعادة نظر. يعني
ليش هالتصرفات هاي مع الناس؟ بدك تجيبه حتى تبيته عندك في نظارة المركز الأمني، لأنه القانون بسمح لك أنك تستبقي عليه 24 ساعة، ما بدك تخليه يجيك يوم ثاني يوم الصبح، لأنك ساعتها رح تكون مضطر أنك تنزله على المدعى العام، لأنه المدعى العام بيكون مداوم. يعني هذا أنا مثال بعطيك إياه. طبعا الأمر آخر إشي أستاذ فاضل، النقل التعسفي والعقابي إلى سجون بعيدة، إلى سجون بعيدة. يعني بلال داغر وأيمن صندوقة وحمزة الشغنوبي سكجها، في شاب بندر سكجها بنسى الاسم، هذول الحالية منقولي ومجد الفراج، هذول نقلوا من ماركا إلى سجن الطفيلة. ليش طيب؟ ثم الحجز في مركز توقيف دائرة المخابرات العامة لفترات طويلة. احنا المهندس ميسر ملص والاستاذ الدكتور زيادة بحيصي من يوم الاحد من راجع من اجل انه نلتقيهم انا ومجموعة محامين مش عارفين نلتقيهم الى هذه اللحظة، وتقريبا يوميا من راجع، تقريبا يوميا من راجع، وكتبنا مذكرة خطية طالبنا بضرورة السماح لنا بالالتقاء بموكلينا لانهم اهاليهم وأصدقائهم، وكلفونا ونفس الملتقى الوطني كلفنا بالمراجعة بشأنهم. إذا إحنا مكلفين قانونا، إذا في علينا مسؤولية نقابية، إحنا علينا مسؤولية مهنية، أنتم قاعدين بتعطلون عن أداء مهامنا. كتبنا مذكرة من أجل أن نلتقي بالمهندس ميسرة ونلتقي بالدكتور زياد ونلتقي بباقي المعتقلين في مركز توقيف دائرة المخابرات العامة. إلى هذه اللحظة لم نتلقى أي رد، وهذا كله الأمر وكلام أخيرا، كل هذا الأمر خارج عن القانون، خارج عن قولا واحد وخارج عن الدستور. ينبغي أن يؤمن لأي متهم أو أي مشتكى عليه أو أي مشتبه به الحق بأن يلتقي بمحاميه منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليه. هذا الأمر أكدت عليه المادة 40 من قانون نقابة المحامين، وأكدت عليه المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأكدت عليه كافة ضمانات المحاكمة. أخيرا أسألك عن العفو العام، يعني صدر العفو العام وانتهى ولم يشمل معتقلي دعم المقاومة أو حتى الذين شاركوا في الحراك المناصر، ولم يشمل معتقلي الرأي كلهم. أوكي. ماذا الآن؟ نحن نتمنى ماذا الآن؟ يعني أسقط في يدنا، إحنا كنا نتوقع بالحد الأدنى بالحدود الدنيا إنه قانون العفو العام يشمل الجرائم الإلكترونية أو الجرائم التي تسند بدلالة قانون الجرائم الإلكتروني، لأن هناك بقانون الجرائم الإلكتروني هناك جرائم إلكترونية بطبيعتها مثل جرائم القرصنة مثل جرائم الاختراق مثل هذه جرائم إلكترونية، وهناك جرائم ترتكب بدلالة قانون الجرائم الإلكترونية مثل الذم والقدح والتحقير الذي يحصل بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. هذه أوكي، كنا نتمنى أن يشمل قانون العفو العام الجرائم الإلكترونية أو الجرائم التي تمت بدلالة قانون الجرائم الإلكترونية، كنا نتمنى أن قانون الجرائم الإلكترونية قانون العفو العام يشمل جرائم الإرهاب التي لم تتعدى حدود الخطر، لأنه جرائم الإرهاب نوعين، جرائم خطر وجرائم ضرر. هناك جرائم وهي في معظمها الجرائم التي تسند في العادة إلى الحراكيين، طبعا الحراكيين يعني يلاحق بناء على مواقف سياسية لا أكثر ولا أقل، وهذه ليست جرائم إرهاب بتاتا يعني، وليست جرائم، هذه ممارسة طبيعية يعني اللي بطلب من الناس أنه لازم تنزلوا وتضغطوا من أجل أنه يتحقق الإصلاح، هذا ما لا يدعو إلى الفوضى، هذا يدعو إلى الإصلاح. الفوضى لها أوصاف قانونية ولها شرائط قانونية حكوا فيها شراح وحكوا فيها فقهاء في القانون، يعني أتمنى أنا أنه المعنيين بالأمر يرجعوا يتوسعوا ويكثفوا قراءاتهم في هذا الميدان. إنما أنا بدي أحاكي حتى يعني بدنا نحاكي حتى الجهات القضائية والسلطوية في قانون منع الإرهاب اللي على أساسه يلاحق الكثير من النشطاء والحراكيين، هناك جرائم خطر وهناك جرائم ضرر. ما يسند للحراكيين والنشطاء وأصحاب الرأي هي جرائم الخطر، بمعنى أن الأفعال والأنشطة التي كان يمكن أن يكون من شأنها أنها تؤدي إلى إحداث فتنة أو تؤدي إلى إخلال بالأمن العام وبالنظام. أوكي. لكن هناك جرائم ضرر وهي التي يتحقق فيها الضرر فعلا، مثل
يعني استخدام المفرقعات والمواد الناسفة والمواد المتفجرة لإحداث حالة ترويع مجتمعي. أبدا أبدا ما في أردني واحد يطالب بأن يشمل قانون العفو أولئك الذين ارتكبوا جرائم من جرائم الإرهاب التي تدخل ضمن دائرة جرائم الضرر، إنما كانت مطالباتنا أنه يشمل جرائم الخطر حتى ينوء يعني حتى أو أصحاب الرأي على أصحاب الرأي تقريبا. هو بقول لك هذول مش أصحاب الرأي، هذول ملاحقين جرائم إرهاب. تعال يعني ماشي أنا بدي أناقشك في منطقك، بعدين شو قانون العفو العام هذا ما احترامنا يعني الذي يناقش في 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 في, في, في يناقش أو لا يناقش حتى لم يناقش يعني قانون العفو العام مجلس النواب لم يناقش مجلس الأعيان أقره بربع ساعة مجلس النواب عقدت جلسة احتفالية هيك احتفالية بهذا القانون ثم موافقين موافقين وحيل ومنع يعني أعضاء كتلة الإصلاح من أن يدلوا بدلوهم بشكل يعني وبالتالي احتجوا وخرجوا مع أنه هذا يعني مع يعني هذا له يعني إحنا بدناش نناقش هذه القصة يعني هم أكيد حاولوا وبذلوا جهد لكن كيف قانون بهذه الخطورة وبهذه التداعيات وبهذه التبعات قانون تنتظر الأردن كلها كانت تنتظر قانون العفو العام لا يحال إلى اللجنة القانونية ولا يأخذ وقته في النقاش الناضج وفي النقاش الهادئ من أجل أن يكون قانونا توافقيا يحقق يعني رغبات معظم أبناء شعبنا حقيقة أصابتهم الفجيعة من 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 طريقة إقرار هذا القانون وإخراجه. وهو حقيقة الأمر ليس قانون عفو عام، قانون عفو عام له من اسمه نصيب، ينبغي أن يشمل كل الجرائم، فقط هي الجرائم التي لا يشملها في العادة قانون العفو العام، هي جرائم التجسس وجرائم الخيانة وجرائم الاغتصاب وجرائم الإرهاب التي تفضي إلى ضرر. باقي الجرائم هناك جرائم يشملها العفو وهناك جرائم يشملها العفو في حال قيام المجني عليه أو أهل المغدور بإسقاط حقهم الشخصي أو ورثته إذا كان متوفيا. في النهاية الحديث يطول في هذه الجزئيات، أشكرك المحامي لؤي عبيدات عضو التحالف الوطني للحقوق والحريات فجر على ما تحدثت به. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم. مشكور.